أعظم الصداقة سقي الماء. يفتقر العديد من المسلمين في أنحاء العالم إلى المياه الصالحة للشرب، ناهيك من افتقارهم للمياه اللازمة في حياتهم اليومية. وإن لعدم الحصول على المياه النظيفة آثارا سلبية خطيرة على صحتهم، ويعتبر حفر الآبار في تلك المناطق أحد أهم الحلول الجذرية لهذه المشكلة. جمعية تراحم سنابل الخير التي تعمل في جميع مناطق الداخل ومقرها في مدينة أم الفحم تشرف على حفر الآبار في العديد من المناطق النامية، وتحرص على صيانة وتفقد الآبار كل 6 شهور. وبفضل الله التبرع صدقات من أهل الخير لا تنقطع، ففيها منفعة لإخواننا المسلمين، وأيضا العديد ممن يتصدقون عن روح قريب لهم كي لا ينقطع أجره. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.